نخوت السلام عليكم. اليوم كاينه تفاصيل مشوقه جدا على الليله الحمراء الماجنه اللي صيفطات اشهر برلماني في الغرب الحبس العرجاس، واللي بواه حتى هو من اقدم البرلمانيين ديال المغرب، وراكم تروى خياليه من جمع الاخضر واليابس من بلادات الناس غير غادي وكيكعش، واللي حتى هو متابع الان امام القضاء من بعد شكايه وتقرير اسود رفعتهم ضد وزارة الداخلية. هذا السيد لقاو عليه المصايب الكحلة. ولكن أولا بغيت نقول للناس اللي كيتابعوا هذه القناة بأن المحتوى الهادف ما بقاش كيوصل للناس لأسباب كثيرة، ولهذا السبب فخاص أي واحد كيشوف هذا الفيديو الآن يتفاعل معنا، يدير اللايك ديالو لهذا الفيديو ويحط تعليق يقول لي بغا، واخا يقول لنا غير السلام عليكم، المهم ينشط القناة ويبارطاجي مع الناس اللي كيعرف. وايضا اللي مازال ما تابونا معنا وكيشوفنا اول مره يشارك معنا في القناه، واللي مابوني يدير تفعيل زر الجرس باش يبقى يتوصل بالمحتوى ديالنا. اليكم تفاصيل الليله الماجنه اللي خرجات على البرلماني الصغير ياسين الراضي وخلاته ملاوح في الحبس تواخر مورا تواخر. ولكن من بعد هذا الفاصل القصير جدا خليكم معايا انا جاي. إذن قضية البرلماني ياسين الراضي ولد البرلماني إدريس الراضي كبرات بزاف وفيها مشاكل كثيرة. شكاية رسمية تقدم بها والد فتاة كتسكن في حي يعقوب المنصور في العاصمة الرباط، قدمها المصالح الأمنية ديال منطقة أبكدال السويسي، وتحديدا يوم 16 مايو الماضي. وهذه الشكاية هي اللي فجرات كل تفاصيل الجلسة الخمرية والماجنة اللي انتهت بالبرلماني ياسين الراضي والعصابة ديالو في سجن العرجات. والد الفتاة الضحية طالب بفتح تحقيق عاجل في الشكاية ديالو حول ملابسات تعرض الابنة ديالو لاعتداء بشع من طرف مجموعة من الأشخاص كانوا برفقتها داخل فيلا فاخرة في حي السويسي في العاصمة الرباط، واللي كشفت التحريات لاحقا بأنها في ملكية البرلماني الصغير ياسر راضي ممثل حزب الاتحاد الدستوري بمدينة سيدي سليمان. وقد تفاعل عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أبكدال الرياض مع الشكاية ومع القضية، وهادشي اللي فجر مفاجآت من العيار الثقيل من بعد ما انتقلوا المحققين إلى مستشفى الشيخ زايد في العاصمة الرباط، حيث كانت تتواجد الفتاة الضحية وهي حلاقة من مواليد 98 وكانت في وضع صحي حرج بسبب إصابتها بكسور خطيرة جدا في أطراف مختلفة من جسمها من بعد ما طاحت. كلام مفترض هذا، كيقولوا بانها طاحت من علو شاهق بفيلا ياسين الراضي. وقد اكدت الفتاة الضحية في البداية بانها لبت دعوة صديقتها من اجل مرافقتها الى فيلا خالتها في حي الرياض، قبل ان تتفاجأ بوجود شابين داخل الفيلا، احدهما هو ياسين الراضي صاحب الفيلا، وبعد ان تعرضت للتحرش من طرف صديقه مسير الشركة قام بدفعها من الطابق العلوي للفيلا، حيث بدا وضعها الصحي حرج جدا ما دفع صديقتها الى نقلها الى مستشفى الشيخ زايد من اجل تلقي العلاج والاسعافات الاوليه. باقي تفاصيل التحقيقات في هذه الواقعه المثيره شكلت منعطفا خطيرا، وتشكلت معها معالم جنايه مكتمله الاركان بسبب تضارب تصريحات مرافقي الضحيه بالفيلا، خاصة صديقتها الطالبة الجامعية المزدادة سنة 1999، والتي حاولت تضليل العدالة من خلال التصريح والادعاء بأن الأمر كيتعلق فقط بحادثة سير عادية قبل أن تتراجع وتقر بكل حيثيات الحادثة بعد محاصرتها من طرف المحققين بتسجيلات صوتية ورسائل نصية صادرة من هاتفها نحو المتهم الأول أي مسير الشركة الذي طالبته بتسديد فاتورة العلاج وهددته بفضح التفاصيل الحقيقية لهذه المأساة. وكان المحققون قد عثروا على رسائل موجهة للبرلمانية ياسين الراضي، هذه اللي هضرنا عليها حول هذا الموضوع، واللي قالت مصادر مقربة ومطلعة على هذا الملف بأن النيابة العامة أمرت بإلقاء القبض على المتهم الرئيسي بدفع الفتاة الضحية وتعريضها لمحاولة القتل العمد، والذي كما قلنا هو مسير شركة بسيدي يحيى الغرب
ومن مواليد 1983 وقد تم البحث معه في حالة اعتقال لمدة 3 أيام، فيما تم تقديم البرلماني الصغير ياسين راضي والفتاة المحرضة على الدعارة في حالة صراح قبل أن يلتمس الوكيل العام للملك إيداعهما معا في السجن وإخضاع الجميع لتحقيقات تفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم جميعا والمرتبطة بمحاولة القتل العمد والإيداع العمدي وتسخير محل للدعارة والتحريض على الدعارة وتضليل العدالة بمعلومات كاذبة وعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطيرة، ثم إزالة حجج وأدلة بقصد تضليل الأبحاث والعدالة أي محاولة طمس تفاصيل هذه الجريمة. وقبل يومين أو 3 فقط رفضت غرفة الجناية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط منح الصراح المؤقت للنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري أي ياسين الراضي البرلماني الصغير، والذي مثل أمام المحكمة في أول جلسة لمحاكمته بعد انتهاء التحقيق معه ومع من معه بخصوص ظروف وملابسات سقوط الضحية من شرفة فيلا في ملكيته، حيث كما سبقت الإشارة تعرضت لإعاهة مستديمة. وقررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم 20 شتنبر الجاري. ومن جهتها ذكرت يومية الأخبار في عددها ليوم الجمعة بأن المحكمة تتابع ياسين الراضي الموجود منذ شهور رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة صديقه صاحب الشركة بمدينة سيدي حي الغرب، وأيضا الوسيطة في الدعارة كما قلنا فتاة عشرينية بمجموعة من التهم من بينها التحريض على الدعارة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة ومحاولة طمس معالم الجريمة بقصد عرقلة العدالة وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإعداد وكر للدعارة والوساطة في ممارسة الدعارة والإيداع العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة كل حسب المنسوب إليه. شوفوا شحال ديال التهم منسوبة لهاد الناس، وبلاشك إخواني أخواتي، وحسب معلومة راجل كتقول بأنه تم إعفائهم أو إسقاط تهمة محاولة القتل العمد وخلوا ليهم تهم الاعتداء المؤدي إلى عاهة مستديمة. تحياتي العطيرة لكم جميعا إخواني أخواتي، وما تنسوش بارطاجيو هذا الفيديو وتفاعلوا معنا باللايك والتعليق حتى هو. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى نشرة أخرى بإذن المولى عز وجل.